تحياتي. في الدقائق القليلة القادمة سأقدم لمحة عامة عن الأسباب العديدة للاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة. ومع أن المعلومات قد لا تكون جديدة، إلا أنها يمكن أن تساعد في تذكيرنا لماذا الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة هو أمر يجب إعطاؤه الأولوية لجميع الأطفال. هذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال المعرضين لخطر عدم البقاء على قيد الحياة وعدم الازدهار وعدم الوصول إلى إمكاناتهم التنموية الكاملة كما هو الحال في الظروف الإنسانية. لنبدأ بهذا الاقتباس من رافي كافوكيان الذي يجسد سبب أهمية السنوات الأولى. هذه ترجمة للاقتباس الإنجليزي الأصلي. يقول: إذا غيرنا بداية القصة فإننا نغير القصة بأكملها. السنوات الأولى هي بداية القصة. إذا استثمرنا في السنوات الأولى فإننا نغير قصة فرد وجيل وبلد والعالم الذي نتشاركه جميعا. لنلقي نظرة على بعض التعريفات. يجري تعريف تنمية الطفولة المبكرة على أنها الفترة من الحمل إلى 8 سنوات، وهي تشمل مراحل مختلفة يمكن تقسيمها على النحو الآتي: أولاً، من التكوين إلى الولادة أو من الحمل إلى الولادة. ثانياً، من الولادة حتى 3 سنوات مع تركيز خاص على أول 1000 يوم. ثالثاً، سنوات ما قبل المدرسة. حسب كل بلد قد يعني هذا من 3 إلى 5 سنوات أو من 4 إلى 6 سنوات أو أي شيء آخر. رابعاً، المراحل الأولى من التعليم الابتدائي، أي بمعنى آخر السنوات الأولى من المدرسة الابتدائية حتى يبلغ الطفل 8 سنوات. تشير كلمة تنمية إلى المسار المستمر لاكتساب المهارات والقدرات أثناء الطفولة المبكرة أو بحلول 8 سنوات عبر مجالات النمو العقلي والجسدي والحركي والاجتماعي والعاطفي ونمو اللغة. نجهز الأطفال لتحقيق نتائجهم التنموية في السنوات الأولى من خلال توفير الرعاية التنموية لهم. تشير الرعاية في مرحلة التنشئة إلى بيئة مستقرة تراعي صحة الأطفال واحتياجاتهم الغذائية، مع حماية من التهديدات ومع فرص تعلم مبكر وتفاعلات تكون مستجيبة وداعمة عاطفياً ومحفزة للنمو. هنالك أسباب عديدة تجعل الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة منطقياً. أولاً، كما ذكر في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فإن تنمية الطفولة المبكرة حق. ثانياً، يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة فقط إذا استثمرنا في تنمية الطفولة المبكرة، وهنالك أهداف عديدة تشمل التعليم والصحة والتغذية والحماية وغيرها تتناول النتائج الرئيسية لتنمية الطفولة المبكرة. ثالثاً، عندما نستخدم تنمية الطفولة المبكرة كنقطة دخولنا، تكون لدينا القدرة على تسهيل التماسك الاجتماعي والمساواة بين الجنسين من خلال السياسات الصديقة للأسرة ودعم مقدمي الرعاية وانخراط الآباء وأمور أخرى كثيرة. رابعاً، إن مرحلة تنمية الطفولة المبكرة هي فترة نمو الدماغ السريع. يتطور الدماغ في السنوات الخمس الأولى بشكل أسرع من أي وقت آخر في الحياة، ويحدث 90% من نمو الدماغ بحلول الوقت الذي يدخل فيه الطفل المدرسة. في وقت مبكر من الحمل تتشكل الخلايا العصبية بسرعة مذهلة، وفي الثلث الثالث من الحمل تبدأ هذه الخلايا في الاتصال من خلال عملية تسمى تشكيل الوصلات. تكمن هذه الأسلاك في الدماغ وراء قدرتنا على الإحساس والتعلم والتذكر وتطوير المشاعر والسلوكيات، وهي تعتمد على بيئة داعمة توفر التغذية الكافية والتحفيز والحماية. بمجرد ولادة الطفل يصبح الدماغ مثل الإسفنج، يستشعر كل شيء ويتوق إلى الإثارة والخبرة. في البيئات الداعمة والآمنة يتم تعزيز تكوين الوصلات وتحسين التعلم، لكن إذا فشل الدماغ في تلقي الخبرات المناسبة فسيتم تعطيل تكوين هذه الروابط وستتلف بنية الدماغ ووظيفته. تساعد التفاعلات المستجيبة مع البالغين في بناء دماغ الطفل، كما تحمي هذه العلاقات الأطفال من التعرض للإجهاد لفترات طويلة والتأثيرات السلبية للإجهاد السام على نمو الدماغ المبكر. تظهر الصورتان للدماغ التناقض بين نمو الدماغ لطفلين يبلغان من العمر 3 أشهر، أحدهما لم تكن لديه بيئة داعمة وآمنة والآخر كانت لديه. خامساً، تنتج الاستثمارات في الخدمات التي تدعم النمو المبكر للأطفال عوائد أعلى من أي وقت آخر في مسار الحياة. وجد البحث الذي أجراه عالم الاقتصاد جيمس هيكمان الحائز على جائزة نوبل أن الاستثمارات في برامج الطفولة المبكرة عالية الجودة ومتعددة القطاعات
يمكن أن يكون لها عائد استثمار بنسبة 13%. بيّنت أبحاث يونيسف أن كل دولار أمريكي يتم إنفاقه على التعليم قبل الابتدائي ينتج عنه 9 دولارات من الفوائد للمجتمع. أظهرت أيضاً الأبحاث الطولية في جامايكا أن التدخلات المبكرة التي ركزت على الوالدية والتعلم المبكر والنمو النفسي الاجتماعي للأطفال الصغار أدت إلى زيادة الدخل بنسبة تصل إلى 25% في وقت لاحق من الحياة. الدليل واضح، فكلما زادت الاستثمارات في السنوات الأولى زادت العوائد لاحقاً وزادت الفوائد التي تعود على الأفراد والمجتمعات. هذا هو السبب الذي جعل البنك الدولي يضع مؤشر رأس المال البشري ويشجع البلدان على زيادة الاستثمار في البرامج التي تدعم تنمية الطفولة المبكرة. لأننا نعلم أن الاستثمارات في السنوات الأولى تعود بفوائد على المدى القصير والطويل للأفراد والمجتمعات والدول، فنحن بحاجة إلى اتباع نهج شامل على مدى الحياة لدعم تنمية الطفولة المبكرة. وتؤدي بيئات التنشئة الداعمة في السنوات الأولى إلى العديد من النتائج الإيجابية على مدار الحياة، مرتبطة بالصحة والتغذية والتعلم والإنتاجية والتماسك الاجتماعي. باختصار، السنوات الأولى هي فرصة. تعمل الاستثمارات في تنمية الطفولة المبكرة على تحسين رأس المال البشري وتزيد من التنمية الاقتصادية وتخلق مجتمعات يسودها السلام وتهيئ الأطفال لحياة مليئة بالنجاح وتمكنهم من أن يصبحوا أعضاء أصحاء يتعلمون ويساهمون في مجتمعاتهم. عندما يستثمر جميع القطاعات وأصحاب المصلحة في السنوات الأولى، فإننا نغير قصة فرد وجيل وبلد والعالم الذي نتشاركه جميعا. شكرا لكم.